أجمل التغطيات اليومية، أقوى الخصومات الحصرية، أجمل الأماكن السياحية. سناب الشرقية مع سعد الدوسري. الآن عندنا إعلان لمركز رواد الطبيعي. المركز متخصص في منتجات العضوية، منتجات الغذاء العضوية والخالية من الجلوتين، بالإضافة إلى الخضروات ومنتجات القصيف. فاللي يبحثون عن منتجات عضوية أو منتجات خالية من الجلوتين أو خضروات عضوية، مركز رواد الطبيعي يوفرون لك جميع الأصناف بإذن الله. بنشوفها الآن. شوف هذه المنتجات يوفرونها خالية من الجلوتين اللي عندهم حساسية من القمح. المخبوزات عندهم أنواع المخبوزات خالية من الجلوتين اللي عندهم حساسية من القمح، بالإضافة لأصناف أخرى. هنا عندنا هذا وشو؟ الطحين. عندها بنوع ثاني من الطحين بعد. منتجات كثيرة بيخلونها على الطاولة عشان أعرف أشرحها لكم، بس يكون الشرح أوضح لكم. هذه بعض المنتجات خالية من الجلوتين. طبعا في بعض السوبر ماركتات الكبيرة لها أجزاء لها أو أقسام، هنا متخصصين يجيبوا لكم كل شيء خالي من الجلوتين، جميع أنواع الأغذية. عندنا هنا الشوفان، كورنفليكس، في كورنفليكس بالشوكولات، هذا كيك، وهذا كيك بعد صح؟ هذا كيك. هنا الشيبس، هذا بسكويت، هذا نوع ثاني بسكويت، أتوقع هذا طعم الأوريو صح؟ مضبوط. تمام. الشوكولات في هذا النوع، في النوع هذا، في النوع هذا بعد. هذه كلها منتجات خالية من الجلوتين، متوفرة في مركز الرواد الطبيعي بحي الجامعيين. المنتجات بعد اللي عندنا، عندنا هذا الشوفان بالفواكه المجففة، وعندنا هنا باستا، وعندنا هنا سباكيتي، وعندنا شوفان من اسكتلندا. شوفان قلت لي عصيدة؟ عصيدة شوفان من اسكتلندا خالية من الجلوتين. وعندنا بعد هنا طحين بجوز الهند. هنا عندنا كعك الأرز، شوكولاتة بالحليب، هنا كاكاو الداكن، كعك الأرز بعد، هذه خالية من الجلوتين. إن شاء الله منتجات كثيرة جدا يقدرون عليه تلقون عندهم هنا. سباكيتي، أنواع من سباكيتي ومكرونة كلها خالية من الجلوتين. هذا نوع، هذا بعد مكرونة؟ إيه. هذا ميني مكرونة، ميني. عندنا هذا وشي؟ كعك الأرز. هذا كعك الأرز متوفر عندهم. هذه بعض المنتجات اللي يوفرونها لكم هنا في مركز الرواد الطبيعي. هذه كلها خالية من الجلوتين، اللي عندهم حساسية من القمح. أغذية متنوعة. باقي عندهم منتجات العضوية بنشوفها الآن، والخضروات. تشوفون هنا الأرفف كلها منتجات عضوية، أنواع مختلفة من الأغذية بنشوفها الآن. منتجات كثيرة بعد، والله أول مرة يعني أشوفها ما شاء الله عليهم. عندنا هنا قطر الجيجب، صح النطق ولا؟ صحيح. هذا بديل الشيرة، اللي ما يناسبهم الشيرة هذا موجود هنا. قطر الجيجب متوفر طبيعي صحي. هنا عسل غابة وعسل جبلي وخلطة عسل بغذاء الملكات. هنا عندنا مربى توت مشكل ومربى توت الأحمر، هذه كلها عضوية. طحينة الفول السوداني. هذا وشو؟ كريمة البندق. هذا كان النوتيلا. أيوة. صح؟ كريمة البندق بديل النوتيلا. كريمة جوز الهند. هذا بيونيلا، هذا بديل النوتيلا. هنا عندنا الله يعطيكم العافية زيت جوز الهند البكر، حليب جوز الهند، مايونيز، هذا عضوي؟ مايونيز عضوي. في مجموعة من الزيوت هنا العضوية، زيت الكتان، زيت الأفوكادو، زيت القرع، زيت الحبة السوداء. هنا زيت السمسم متوفر، زيت الزيتون، زيت القلي، هذا بعد متوفر عندنا القلي. عندهم هنا شوربة الخضر، هذه بديل الماجي عضوية. وفي منها مكعبات، هذه بودرة ترى، في منها مكعبات مرقة الخضار. كل يجي عندهم يطلع صحي ما شاء الله عليهم. خل التفاح، دبس الرمان، صلصة الفلفل، هذه شطة حارة. ايوه هذه شطة حارة عضوية. صلصة البيتزا، خلطة المعكرونة، يعني حتى الكاتشب عضوي، الكاتشب والمايونيز عضوي. هاي صلصة السيزر. المكرونة السمراء متوفرة عندهم، مكرونة عضوية. قهوة الشعير، مزيج شاي الحبك، شاي توت فواكه، شاي أسود سيلاني، هذا منتج اسمه عزيز، سكر القصب الكامل. هنا سكر القصب البلوري. إيش البلوري يا شيخ؟
بلوري وشو؟ وش يقصدون فيه؟ سكر قصب بدون سعرات حراريه طبيعي 100% يسمى بلوري. أيه. تمام. هنا كورن فليكس عضوي، هنا شوفان عضوي، كل شيء عضوي، منتجات كثيره صراحه اول مره اشوفها، حتى الحب الشمسي والسمسم، حتى البهارات عندهم عضويه، عندهم هنا القرفه، عندهم الكركديه، عندهم الحلبه، هنا حبه البركه، هنا الكزبره، عندهم هنا لوز مطحون عضوي، وهنا الكمون، اكليل الجبل عضوي، ما شاء الله تبارك الله عليهم. هذا مسحوق الكاكاو، زبيب عضوي. صراحه انا يعني ما احب اطول في التغطيات، لكن في منتجات كثير لازم اعطيها حقها، ولازم تدرون انها متوفره هنا في مركز الرواد الطبيعي. منتجات عندهم هنا دبس التمر متوفر، وعندهم السكر عضوي، وعندهم الرز عضوي، رز وسكر ودبس التمر وكل المنتجات اللي تدورونها العضوية اللي بعدقات يعني تدورها الواحد ما يلقاها، كلها اجتمعت لكم هنا في مركز الرواد الطبيعي. هاي بذر الشيا هي احدى المكملات الغذائية بدون طبخ، يحطونها مع السلطة. بذور الكتان موجودة، مسحوق الماتشا موجود، هنا بذور القرع، هنا بذور دوار الشمس، هنا مسحوق الكركم، مسحوق الزنجبيل، مسحوق القرفة. لا نضيع شيء، لا هذا قلناه الزنجبيل. هذا مشروب المورينجا متوفر عندهم، يعني معروف ان نبتة المورينجا تنظم السكر وتنظم الضغط، ابحثوا عنها في جوجل عشان تعرفون فوائدها. موجودة هنا كمشروب، مشروب المورينجا. المردقوش واليانسون، مش عندنا خشي هنا، الليمون الأسود مجفف متوفر عندهم، هذا ليمون أصفر مجفف متوفر، زبدة الفول السوداني، المايونيز العضوي، الكاتشب العضوي، هذا مرينا عليه. في أشياء هنا أتوقع هذه كريمة جوز الهند، زيت جوز الهند، صلصة الخردل عضوية، صلصة الثوم موجودة. منتجات التمور في مركز الرواد الطبيعي عندنا هنا عجينة تمر خلاص، تمر شيشي عضوي، تمر غزيز عضوي فاخر، تمر خلاص عضوي فاخر، هنا عندنا تمر خلاص عضوي، هنا بعد عندنا دبس تمر خلاص عضوي. ومنتج هذا تلبينة عضوية، معلش، هذا منتج تلبينة عضوية متوفرة هنا في مركز الرواد الطبيعي. منتجات ما شاء الله تبارك الله متنوعة وكثيرة. قهوة الشعير متوفرة، وهنا عندنا طحين البر متوفر. نكمل، هنا عندنا ملح بحري عضوي، هذا انتاج سعودي، ملح الهملايا. عندنا هنا ملح خشن هملايا بعد. عندنا هنا الطحين القمح الكامل. عندنا عدس بني عضوي، عدس احمر عضوي. هذا منتج رز حساوي عضوي متوفر عندهم. في عندهم الرز البسمتي العضوي بعد متوفر عندهم. عندهم منتجات البروتين، منتج هذا اتوقع شوفان مع فواكه مجففة صح؟ تمام. وهذا حبوب الافطار منوعة، هذا موجودة، هذا منتجات عضوية. اللي فوق هذا عضوي؟ نعم هذا عضوي بعد. هذا من منتجات البروتين بعد هنا في مركز الرواد. هذا اسمه فيول، هذا من منتجاتهم. نجي للخضروات العضوية عندهم. الخضروات العضوية اللي ما فيها مواد كيماوية صح؟ طبيعي. اللي طبيعية 100%. الجزر والطماطم هنا والفلفل والخس، الكوسة، البطاطس. هذا ميني كوسة عضوية؟ لا هذه لا. هذه مش عضوية، هذه من منتجات القصيم. العضوية هي الكوسة الحجم الكبير للتوضيح. هنا عندنا الباذنجان عضوي، منتجات هذه بعد كلها عضوية. ورقيات هذه كلها عضوي. وين؟ لتحت. هذه العضوية مكتوب عليها، العضوية مكتوب عليها. هنا ثلاجة الألبان، لكن بقول لكم بس شيء لفت نظري هنا صراحة، اللي هو هذا رهش محلى بالعسل. هذا منتج جميل، شكلي باخذ منه. وهذا محلى دبس التمر. هذه منتجات حلوة كذا خفيفة. المعلومية يصلهم كل أحد وأربعاء حليب خلفات، لبن ماعز وحليب ماعز كل أحد وكل أربعاء. منتجات العدس متوفرة هنا، قشطة، لبنة، زبادي، وهذا جبنة عكاوي حلو، والزبدة
واللبنة المكورة والسمنة والجبنة البلدي والجبنة هذه بعد بلدي، في بعد غير كذا العدش. ما العدش ما خلى شيء، ما مش موجود هنا، كل شيء متوفر. عندهم عصائر عضوية بدون سكر، برتقال، شمندر، جزر، شراب الشوفان. هنا بعد نفس الشيء، عصير التفاح، هنا عصير العنب. الأدوية العضوية بعد عندهم الزبدة هذه، عندهم الفيتا اليونانية، هذه لبنة نباتية بالثوم، هذه بالشمندر، هاي لبنة نباتية بالريحان، وهذا تين مجفف عضوي. من المشروبات عندهم شراب اللوز، شراب الحليب، صح؟ حليب الرز هذا شراب حليب الرز، شراب جوز الهند، هذا شراب وشو هذا؟ حليب عادي؟ أرز بعد؟ أوكي، وهذا الأخضر؟ هذا ما جوز الهند. وشو؟ حليب جوز الهند. هذا حليب جوز الهند. هذه بهارات حبيبنا العجيمي الله يوفقه، موجودة هنا، البهار السريع، بهار السمك، بهار كبسة اللحم، بهار كبسة البر. هذه قهوة العجيمي متوفرة هنا، المنتجات هذه. هذا قصان، عندهم خليط الطحين اسمه طيوب متوفر، وفي الكريجة متوفرة بكذا نوع، عندهم كريجة ماركتها أو بنتي اسمها بنتي. هنا سمبوسة مقرمشة وسمراء وعادية. هنا عندنا هذا قرصان، هذا قرصان المرقوق، لا صح، هذا قرصان المرقوق متوفر عندهم، وهذا قرصان صغير حجم صغير. تمام، عندنا منتجات بعد، عندهم معجون الأسنان، معجون أسنان بالأعشاب متوفر هنا في مركز الرواد الطبيعي، وعندهم شاي نسمتي هذا للتنحيف، يعني حسب كلام الشباب هنا عليه سحب عالي، هذا للتنحيف. منتجات عندهم بعد البيض البلدي والحليب العضوي، حليب عضوي قليل الدسم، في الأحجام الكبيرة وفي الأحجام الصغيرة. هذا حليب أبيض عادي، في هنا بالفراولة، في هنا بالشوكولات. كذا أتوقع صورت أهم المنتجات اللي عندهم أو أغلبها بإذن الله، 90% صورته. فاللي يدور أي شيء أغذية عضوية، أغذية خالية من الجلوتين أو خضروات عضوية، يزورهم هنا في حي الجامعين في الدمام، موقعهم موجود في جوجل ماب، اكتبوا مركز الرواد الطبيعي يجيبكم إلى هنا. تفتحون الصباح من 9 إلى 11 الليل بشكل متواصل، من 9 الصباح إلى 11 الليل بشكل متواصل حتى الظهر. وفقني يا رب.